احتجاجا على نظام اختبارات المراقبة المستمرة، تلاميذ من المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية يضربون عن الدرس. مجلس نواب الشعب يصادق على ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 17 و2000، والحكومة تنفي نية المساس من كرامة الشغالين. فرانسوا فيون وألا جوبي يعبران إلى الدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليمين والوسط في فرنسا، وساركوزي ينسحب من العمل السياسي. السلام عليكم ورحمة الله. منتصف ليل تونس، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعة نشرته الإخبارية. خلال جلسة انعقدت مساء الاثنين، تم الاتفاق بين وفد من وزارة التربية ونقابة العامة للتعليم الثانوي على أن يتم الاقتصار خلال السداسي الأول من هذه السنة الدراسية على إجراء فرض مراقبة وحيد لكل مادة من المواد، فيما سيتم احتساب أفضل العددين بالنسبة إلى المواد التي سبق إجراء فرضي مراقبة فيها. الاتفاق يشمل أيضا إجراء الفروض التأليفية للسداسي الأول خلال الفترة الممتدة بين 12 من ديسمبر والخامس من جانفي، مع مراعاة عدم إنجاز أكثر من فرض في اليوم نفسه، ومراوحة المواد المميزة وبقية المواد، ومباعدة المواد المميزة قدر الإمكان فيما بينها. وسيتم إعلام التلاميذ برزنامة القرارات الجديدة في أجل أقصاها 10 من ديسمبر. وكان بعض تلاميذ المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية أضربوا الاثنين، معبرين عن احتجاجهم ضد نظام اختبارات المراقبة المستمرة. عدد من التلاميذ والأولياء كدوا أن كثرة الامتحانات في سداسية واحدة سيثقل كاهل التلميذ، بما يتنافى وحسن سير البرامج المدرسية وفق ما جاء على ألسنتهم. زينب بكالوريا إعلامية بالمعهد الثانوي حي ابن خلدون تشارك في إضراب ينفذه 1300 تلميذ بهذا المعهد، يعلقون الدروس ويدخلون في إضراب احتجاجا على نظام اختبارات المراقبة المستمرة. قبل العطلة كنت منظمة بروجرام نتاع ريفيزيون، معناها كي جيت كي بدا مع التغيير هذا كل، معناها كل شيء دخل بعضه، وليت ما عادش نلاقي وقت شريف. انا نورمالمون ريفز اجور كي راوح، اما دونك انا نقرا من 8 ل 6، دونك كي راح ما عادش عندي وقت جمله. اليوم على 20 ايام مازلنا ما عندناش بروف، وديجا يعني برشا دروس ومانيش يعني ما عندناش وقت باش نريفزو للدفوارات. انا موافقه 100%، معناها احنا عندنا الحاجه الباهية كالجمعه، الجمعه اللي من بعد الخمسه جمعات قرايه، عندنا جمعه راحه، الجمعه هذيك نجمو نريفزو فيها ونعملو خاطر خباج للي فات. ودفوارات قد ما تكون اكثر، قد ما التلميذ عنده فرصه باش يفهم. انت كي تفهم تعدي على جمعتين اكاهو تبدا ما فاهم كل شيء معناه في الجمعتين هذوك. كيت الجمعه اللي عطاوها لنا، تصور انت معناها تكون عندك ريتم تمشي بيه وريفيزيون كل يوم، ومعناها تكون اجور، تجي جمعه معناها تضيع كل شيء، ما تنجمش حتى تريفز. الأولياء والإطار التربوي عبروا بدورهم عن استيائهم من كثرة الامتحانات، مما يجعل التلميذ يعيش في ضغط نفسي قد يؤثر سلبا على نتائجه الدراسية. معناه ولينا كل شهر عبارة على دوس من البلوكي، التلميذ ما عادش يلقى وقت لا باش يحضر لا باش يتلهى لا باش يرتاح. وقتاش باش يرتاح؟ كي تعطيه انت جمعة وقتاش باش يرتاح التلميذ؟ الأستاذ بيدو ما عادش ينجم يكمل البرنامج، نهار كل يعدي تلميذ. بالنسبه لسلطة الاشراف البارح نقراو احنا ونتبعوا في الاخبار والكل، معناتها يقول لك معناتها تاخير الرزنامه باربع ايام ما تحلش الاشكال، فهمتني؟ يلزم مراجعه تامه. سلوى العباسي كاتب عام مساعد بالنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي أكدت أن الاضطراب في نسق الفروض يأتي لتأخر صدور منشور رزنامة الامتحانات، وأن الاتفاق كان جماعيا ولا يمكن أن يتحمل طرف واحد نتيجة هذه الاضطرابات في صفوف التلاميذ. احنا ندعو الى ان نعالجوا المشكل برويه وبحكمه وبالارتكان الى معايير بيداغوجيه وتقييميه علميه بمنع عن كل التحركات اللي تمشي في اتجاهات ربما تخلط بين المطلبي وبين التربوي، خاطر ولادنا ما همش لعبه في دينا، احنا نراعي مصلحتهم ونحبوا حوار حقيقي بالاحتكام الى معايير موضوعيه. وفي انتظار حوار جدي ينظر في مختلف زوايا هذا الإشكال، يتطلع التلميذ والإطار التربوي إلى تحقيق المعادلة بين برنامج تربوي ينتهي في آجاله وفروض تقييمية تجرى في أوقات مناسبة تراعي مصلحة التلميذ.
بموافقة 114 نائبا وتحفظ 17 ومعارضة 8 نواب، صدق مجلس نواب الشعب على ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 17 و2000 وقدرها 122.4 مليون دينار، ميزانية سجلت تراجعا بنسبة 15% مقارنة بسابقتها. ووصفها الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني بالتوسعية لا تقشفية، نافيا تسجيل عجز في أجور الوظيفة العمومية واعتمادات خلاصها. نفى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة بمجلس نواب الشعب إياد الدهماني خلال استعراض ميزانية رئاسة الحكومة التي قدرت بأكثر من 122 مليون دينار ما تمت مناقشته من قبل النواب حول التأجير العمومي والاعتمادات المرصودة له والتي لا تتعدى 10 أشهر. إنه ميزانية رئاسة الحكومة وثبت مع مصالح رئاسة الحكومة فيها 12 شهر. نعرفش كيفاش واحد يتصور انه معناتها احنا بدلنا الارقام باش نضحكوا على الفمي. انا متاكد انه الخبراء نتاع الفمي يعرفوا ارقام الميزانيه اكثر من برشا ناس. حكومه الوحده الوطنيه اللي عندها حتى رغبه باش تمس في كرامه الشغالين. الميزانيه هذه هي معده فقط لعشرة اشهر فقط، والاعتمادات المخصصه لعشرة اشهر فقط. اليوم انه فما عمليه نتاع مغالطه، عمليه نتاع تحيل، عمليه معناها اللي معناها باش لاقناع صندوق النقد الدولي انه الحكومه خفضت في الميزانيه. أما مكافحة الفساد فتتطلب ترسانة تشريعية، ورئاسة الحكومة ستحيل في الأسابيع القادمة على أنظار مجلس نواب الشعب مشاريع قوانين حول التصريح على المكاسب والمصالح والإثراء غير المشروع. يلزم القانون يسمح بعدد من الإجراءات. نعطي مثال، اليوم كبار الدولة اللي صرحوا يجي يعطي تصريح وقت يدخل وتصريح وقت يخرج. شنية الآلية للتثبت في التصريحين؟ حتى شيء. شنية العقوبة نتاع التصريح الغلط؟ حتى شيء. شنية عقوبة نمو الثروة اللي ماهوش طبيعي بين الزوز؟ حتى شيء. في المقابل يبدو أن الحكومة متمسكة بإرساء الهيئات الدستورية فهي معطلة فقط وفق إياد الدهماني بسبب عدم النظر إلى حد الآن في مشروع القانون الإطاري لهذه الهيئات. إجابة إياد الدهماني جاءت إثر تدخلات النواب الذين انتقدوا بشدة عدم تكريس الحكومة للشعارات التي رفعتها وهي محاربة الإرهاب والفساد والقيام بالإصلاحات اللازمة وإرساء الهيئات الدستورية. الهيئات الدستورية اللي معناها نص عليها الدستور واللي خرج البعض منها قوانينها واللي تم انتخاب الهيئات القيادية نتاعها إلى حد الآن يقع التعامل معها وكأنها معناها مصالح إدارية تابعة لرئاسة الحكومة. رئاسة الحكومة راهي مازالت مؤسسة الوزارة الأولى السابقة من حيث الهيكلة، من حيث نظام العمل. كما تعرضت المؤسسات الإعلامية العمومية وخاصة التلفزة التونسية إلى موجة انتقادات من قبل عدد آخر من النواب. مؤسسة نتاع الإذاعة والتلفزة يجب أن تكون تشبه لي، تشبه لتونس الجديدة، تونس التعددية، تونس الديمقراطية، تونس اللي تحارب في الإرهاب، تونس اللي عندها مؤتمر للاستثمار. نحب المؤسسة هذه تعدل الساعة المنقالة متاعها على تونس الجديدة. ورغم الانتقادات فقد تمت المصادقة على ميزانية رئاسة الحكومة ب 114 صوتا مقابل احتفاظ 17 نائبا بأصواتهم ومعارضة 8 نواب. وقد شهدت جلسة عامة مسائية بمجلس نواب الشعب المصادقة على الباب الرابع من مشروع قانون المالية لسنة 17 و2000 الذي يتعلق بميزانية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، وقد حظي الباب بتصويت 113 نائبا لصالحه. ضبطت ميزانية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة بحوالي 25 مليون دينار، ميزانية يجمع مختلف النواب على ضعف حجمها مقارنة بالتحديات المطروحة على هذه الوزارة في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في قطاع الوظيفة العمومية التي أعطى النواب أمثلة بشأنها. ارتباط للأسف شديد ما بين كل ظواهر الفساد من تهريب ومن معناها صفقات مشبوهة ومن كذا وبالوظيفة العمومية وبالجهاز الإداري. وزارة اليوم ما فيهاش فساد وهذا يختير. اليوم كي تشوف تقارير دائرة محاسبات الكل متعلقين بدورها الرقابي على المؤسسات ما فيهاش تقرير يخرج نظيف. نسب عالية في قطاع الصحة، في قطاع التربية كونجي لونغ دوري، وتجي تعمل كونتر فيزيت في العادة ما يصدقوا ويقول لك هذاك هو.
وقت اللي انت تشوف فيه الموظف ماشي يخدم في خدمة أخرى. أما إشكاليات متعلقة بتسيير المؤسسات والمنشآت العمومية، ما فماش استراتيجية ورؤية واضحة من قبل الحكومة في مجال إنقاذ المؤسسات العمومية وتسيير المؤسسات العمومية. 20% على الأقل يعني من الموظفين اللي هم الشرفاء، طلبنا هو تثمين هالنوعية هذا من الإطارات ودعمهم وإيجاد الآليات الكفيلة لتحفيزهم حتى ولو معنويا. وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي في معرض إجابته على تدخلات النواب أكد أن الندوات الجهوية ستتوج قريبا بندوة وطنية لإصلاح قطاع الإدارة والوظيفة العمومية. وفيما يتعلق بالشفافية في المناظرات في قطاع الوظيفة العمومية، أكد عبيد البريكي أنها تخضع لإشراف مكونات المجتمع المدني. المناظرة تصبح ملغاة ما لم تشارك مكونات المجتمع المدني المدعوة في الإشراف على المناظرات. أصدرنا منشور للمنشآت والمؤسسات العمومية لا يمكن نشر المناظرة ونشر شروطها إلا بعد العودة للوظيفة العمومية واستشارتها. أما فيما يتعلق بإيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية، فأوضح عبيد البريكي أنها رهينة تحقيق النمو. من 2012 ل 2016 زادوا 210 ألف موظف. شو معناتها؟ معناها بمعدل 50 ألف موظف كل سنة. أنا هي الميزانية اللي تحمل هذا. وذلك علاش حتى مقولة سنوقف الانتدابات في الوظيفة العمومية مقولة ظرفية مرتبطة بالواقع الحالي. التوافق سيكون سيد الحلول في المرحلة الراهنة حسب عبيد البريكي، مؤكدا في ختام مداخلته أن الحكومة لن ترتهن إلا لبرامجها الإصلاحية. في أخبارنا العالمية، باتت حظوظ المترشح لرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون على أبرز لبلوغ كرسي الإليزي بعد خروج الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين الفرنسي وأعلانه التصويت لصالح فيون على حساب منافسه ألان جوبي في الدورة الثانية من الانتخابات. بعد فوزه المفاجئ في الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية لليمين، يتجه فرانسوا فيون صوب جولة إعادة في الحملة لنيل ترشيح حزب المحافظين للانتخابات الرئاسية، ويبدو أنه المرشح الأوفر حظا حسب الملاحظين للفوز في الدورة الثانية من هذه الانتخابات بعد أن كسب تأييدا من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي أعلن انسحابه من الحياة السياسية. ويواجه فيون في الدورة الثانية رئيس الوزراء الأسبق ألان جوبي الذي سيسعى لضخ الزخم لحملته الانتخابية ونيل التأييد من المرشحين الآخرين داخل الحزب، إلا أن التحدي يبدو صعبا بالنسبة إليها في ظل دعم ساركوزي لفيون. مؤسسة استطلاع الرأي تقول إن الفائز له حظوظ شبه مؤكدة في جولة ثانية من انتخابات الرئاسة التي ستجرى في الربيع المقبل في ظل اضطراب أحوال اليسار، إذ اعتبرت الاستطلاعات أن اليسار الحاكم يمكن أن يهزم من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. وسيواجه المنافس المحافظ على الأرجح مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية لأقصى اليمين، هذا وتجرى الدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية الأحد المقبل ليتحدد بصفة رسمية مرشح اليمين والوسط للانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة. وكان فيون قد تقدم على ألان جوبي الذي كانت استطلاعات الرأي تشير قبل الدورة الأولى إلى فوزه، فيما ألحق هزيمة مدوية بالرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي اعترف أمس بهزيمته في السباق في انتخابات الرئاسة. ونبقى في فرنسا، إذ أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن الوحدات الأمنية الفرنسية تمكنت من اعتقال خلية إرهابية تتكون من 7 عناصر كانت تخطط لعمليات إرهابية في مناطق بفرنسا، موضحا خلال مؤتمر صحفي أن عمليات الاعتقال نفذت في ستراسبورغ وماسيليا، وعقب كشف التحقيقات أن 4 من المعتقلين الذين تم رصدهم قبل يومين كانوا ينتظرون تسلم أسلحة. الاعتقالات أتت قبل أقل من أسبوع عن انطلاق احتفالات رأس السنة الميلادية التي تستقطب نحو 2 مليون شخص في شوارع منطقة الألزاز. أفادت جهات طبية بمدينة بنغازي أن 3 أطفال على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون جراء انفجار سيارة ملغومة قرب مستشفى الجلاء في وقت تواصل فيه قوات عملية البنيان المرصوص مساعيها لاستعادة مدينة سيرت من قبضة تنظيم الدولة الإرهابية وبقية التنظيمات الناشطة في المدينة، وتعيش بنغازي على وقع الاقتتال منذ أكثر من 2 عامين.
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات السورية وحلفائها تقدموا في عمق الأحياء الشرقية لمدينة حلب، ما سبب قلقا دوليا بشأن المدنيين المحاصرين هناك. في عمق الأحياء الشرقية في مدينة حلب التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، تتقدم قوات النظام السوري وحلفاؤها عسكريا. حلب التي تشهد منذ الأسبوع الماضي تصعيدا عسكريا متواصلا، مما يثير مخاوف بشأن المدنيين المحاصرين حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وعلى الصعيد الميداني أيضا، قتل 7 أطفال على الأقل في قصف على مدرسة غرب حلب وفق نشطاء وسائل إعلام سورية رسمية. وبشأن هذه التطورات على الأرض خاصة في حلب التي تتعرض لغارات جوية منذ أيام، يبحث مجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الوضع الإنساني في شرق حلب، حيث يعيش أكثر من 250 ألف مدني في ظل ظروف مأساوية بعد تعذر إدخال مساعدات إنسانية منذ أكثر من 4 أشهر. حلب المحاصرة من طرف المعارضة السورية اقترح بشأنها ستيفان ديمستور المبعوث الدولي المكلف بملف الأزمة السورية منح مناطق شرق حلب إدارة ذاتية حسب ما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، مقترح رفضته الحكومة السورية بشدة. وقال المعلم في هذا السياق: نرفض مقترح الإدارة الذاتية تماما، متسائلا كيف يمكن أن تريد الأمم المتحدة مكافأة للإرهابيين. ومع تصاعد حدة التوتر وأعمال العنف في سوريا، تتواصل المواقف وردود الفعل الدولية تجاه هذا البلد، آخرها جاءت على لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أعرب عن عدم التفاؤل بشأن مستقبل سوريا في المدى القريب، وحمل روسيا وإيران مسؤولية قمع المعارضة عبر دعم النظام السوري. تصريحات أوباما تأتي خلال مؤتمر صحفي في ليما، مؤكدا أنه منذ 5 سنوات كان يحاول حل المسائل المتعلقة بالدور الأمريكي في سوريا، ليصل إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد سند قانوني للتدخل العسكري في سوريا. أما في الموصل العراقية، فقد أكد مصدر أمني أن تنظيم الدولة الإرهابية قتل 2 مجموعة من عناصر الشرطة ورمى جثثهم بعد أن كان اعتقلهم من منازلهم شرق المدينة. المصدر الأمني بيّن أن عناصر التنظيم فجروا أيضا 3 منازل وسيارتين مفخختين بمنطقة المحاربين، ما أوقع 14 مدنيا وسبب إصابة 8 آخرين منهم أطفال. تطورات تزامنت وإعلان قائد شرطة الاتحادية استيفاء الاستعدادات لاقتحام مدينة الموصل واستعادة المطار ومعسكر الغزلاني والتقدم باتجاه مركز المدينة. إلى أخبار الرياضة الآن. وفي التقرير التالي تتابعون خبر انتزاع فينورد موقعه في صدارة ترتيب الدرجة الهولندية الأولى لكرة القدم من أجاكس أمستردام وقيادة فريقي أندرلاخت وستاندرد ليج إلى الهزيمة ضمن البطولة البلجيكية. استعاد فينورد روتردام موقعه في صدارة الدرجة الأولى الهولندية رافعا رصيده إلى 32 نقطة إثر فوزه بثلاثية نظيفة على الضيف جفولا في ختام الجولة 13 من المسابقة. وحملت الأهداف 3 لفينورد الذي استعاد نغمة الفوز إثر جولات متعثرة توقيع كولين القيدوم ديركاوتا والمغربي العائد من الإصابة كريم الأحمدي ويان ستورستيرا، ليتجمد رصيد جفولا إثر الهزيمة الثالثة عند النقطة 13 في المركز 14. من جهته لم يهنأ أياكس أمستردام طويلا بصدارة الترتيب إثر استعادة فينورد موقعه الطبيعي، غير أن نادي العاصمة احتفظ بمجال للمناورة بعد رفع رصيده إلى 30 نقطة قبل ذلك من خلال فوز كاسح بخماسية نظيفة على ضيفه نيميخن الذي راوح مكانه ب 12 نقطة في المركز 15. وضمن منافسات الجولة 15 من الدرجة الأولى البلجيكية، تغلب ميتشلن على ضيف ستاندرد ليج بهدفين مقابل هدف، رافع رصيده إلى 22 نقطة في المركز 10. في المقابل احتفظ ستاندرد ليج بموقعه 9 الترتيب العام وبفارق الأهداف. وتابع زولتا وارغم حصد العلامة الكاملة في الصدارة ليرفع رصيده إلى 33 نقطة إثر فوز صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيف أندرلخت الذي فشل في تقليص الفارق بينه وبين رويال شارلوروا الفائز بثنائية على لوكارن والمبتعد بنقطتين عن أندرلخت صاحب المركز السادس. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وإليكم فيما يلي تذكيرا بالعناوين. احتجاجا على نظام اختبارات المراقبة المستمرة، تلاميذ من المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية يضربون عن الدرس. مجلس نواب الشعب يصادق على ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 17 و2000 و2020
الحكومة تنفي نية المساس من كرامة الشغالين. فرانسوا فيون وألا جوبي يعبران إلى الدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليمين والوسط في فرنسا، وساركوزي ينسحب من العمل السياسي. ليلة طيبة.